بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة في هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. مع ميلاد عام جديد عام 2016 أذكر مشاهدينا ومستمعينا، عيش حياتك بما فيها ولا تخف من ساكنيها ولا تستسلم وتيأس وتنهزم، وكن أنت البطل فيها، إن كان الناس ذئبا فكن أنت الأسد فيها، فالحياة مهما كانت مرة ستجد دائما فيها ما يحليها. سنة حلوة وسعيدة عليكم جميعا يا رب، وكل عام وحضراتكم بخير. مشاهدينا الكرام، الجولة 12 تدق الطبول لتعلن عن أقوى المواجهات والمنافسات المرتقبة والمنتظرة مشاهدينا، ولقاء الفارس الأبيض حامل اللقب نادي الزمالك وهو يواجه الليلة صاحب الأسهم الأكثر ارتفاعا هذا الموسم في بورصة الدوري الممتاز، المتصدر مصر المقاصة، في لقاء يسعى فيه الفريقين لاقتناص النقاط وزيادة دخلهما ورصيدهما في سوق الدوري الممتاز. من سيرتفع أسهمه في هذا اللقاء ويسجل أعلى النقاط؟ 90 دقيقة كرة قدم مشاهدينا بين الزمالك ومصر المقاصة بملعب بتروسبورت ستجيب علينا وستجيب على كل المشاهدين، وأول مفردات اللقاء هي تشكيلة الفريقين. النهاردة ماركوس باكيتا البرازيلي بيبدأ بأحمد الشناوي في حراس المرمى، رباعي في خط الظهر عمر جابر، علي جبر، دويدار، حمادة طلبة، قدامهم اتنين في وسط الملعب طارق حامد وإبراهيم صلاح، وأربع أوراق هجومية ممثلة في حمودي، أيمن حفني، محمود كهربا، وفي الأمام أحمد حسن مكي. النهاردة هيدير هذا اللقاء طاقم تحكيم دولي بقيادة جهاد جريشة وأحمد حسام وسمير جمال، بينما الحكم الرابع هو عوض صعفان. ودقيقة أحداث نبدأ بها أحداث هذا اللقاء. على الجانب الآخر مشاهدينا الكرام، فريق مصر المقاصة ومديرهم الفني الكابتن إيهاب جلال بيبدأ بنفس الطريقة 4-2-3-1، في حراس المرمى محمود حمدي، قدامه أربعة أبو المجد، عبد الحميد سامي، سامي سمع عبد العزيز، قدامهم اثنين هاني سعيد، دونجا، ميدو جابر، عمر النجدي، محمود وحيد، وفي الأمام عمرو بركات. لحظات مشاهدينا الكرام وتنطلق أحداث هذا اللقاء، اللقاء الهام، لقاء أهل القمة ما بين الزمالك ومصر المقاصة. الزمالك اللي بيحتل قبل هذا اللقاء المركز الرابع برصيد 17 نقطة أمام مصر المقاصة المتصدر قبل اللقاء ب 22 نقطة. على بركة الله انطلقت أحداث هذا اللقاء الهام، والزمالك الفارس الأبيض على يمين الماسورة الرئيسية في ملعب بتروسبورت، بينما مصر المقاصة في زيه الأخضر فأزرق على يسار الماسورة الرئيسية. انطلقت منافسات الجولة 12 زي ما حضراتكم تابعتوا معانا بلقاء المصري والداخلية اللي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، علشان كل فرقة سواء المصري أو الداخلية يفقد نقطتين في سباق المقدمة اللي لازال غامض بالنسبة لكل جماهير كرة القدم المصرية. هنبدأ ونتابع مع حضراتكم أحداث اللقاء، اللقاء الهام، اللقاء رقم 5 اللي بيجمع ما بين الفريقين في لقاءات الفيس تو فيس، ونتائج الفريقين من قبل تجعل التاريخ دائما يقف على مسافة واحدة ما بين الزمالك ومصر المقاصة. أربع لقاءات، اتنين فاز فيهم نادي الزمالك واتنين فاز فيهم مصر المقاصة، والنهاردة هو اللقاء رقم 5 اللي بيجمع ما بين الفريقين. ميدو جابر على طول بيسلم دونجا، الفريق اللي بيأدي بشكل جماعي فريق مصر المقاصة، ادي عمرو بركات لاعب نادي الزمالك السابق، ولكن كورة على طول بتطول وتوصل لعمر النجدي، ومحاولات من الجبهة اليسرى عند باسم، ولكن أول ركنية في أحداث اللقاء في الدقيقة الثانية هتبقى من نصيب مصر المقاصة. أحمد الشناوي اللي بيلعب النهاردة اللقاء رقم 9، ما ننساش إن هذا اللقاء هو اللقاء رقم 9 بينما هذا اللقاء هو اللقاء رقم 12، تتنفذ على طول الركنية، ودي محاولة
للعب الكرة العرضية، وادي تسديدة حلوة، جول 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 جول، دونجا محمود دونجا قلب وسط الملعب بيطلق تسديدة في الدقيقة الثالثة، لا تصد ولا ترد. قلت لحضراتكم المقصة فريق من الفرق المتصدرة والتي تتصدر المشهد منذ بداية الموسم، وادي اول ركنية وتسديدة من 25 متر يطلق قذيفة لا تصد ولا ترد محمود دونجا علشان يتقدم ويفتتح التسجيل فريق مصر المقاصة في هذا اللقاء، وتصبح النتيجة 1-0 المقاصة لا شيء نادي الزمالك. بداية سريعة، بداية مبكرة لصاحب الصدارة فريق مصر المقاصة ممثل محافظة الفيوم، ولكن هدف هيحرر اللقاء ويغير كل السيناريوهات اللي كان بادئ بيها كل مدير فني. ما ننساش ان مصر المقصة هو صاحب اقوى خط هجوم، وبهدف محمود دونجا بيسجل الهدف رقم 21 خط هجوم فريق المقصة. سفارة وخطأ، ضربة حرة مباشرة لمصلحة الفارس الابيض ولمصلحة محمود طلبة اللي النهاردة بيستعيد كهربا بعد غيابه للإيقاف في اللقاء الماضي، بينما بيفقد النهاردة كوفي وباسم مرسي. ادي إيهاب جلال اللي بيلعب النهاردة المباراة رقم 50 لإيهاب جلال منذ أن تولى المهمة كمدير فني. مباراة مليئة بالأرقام. ادي راية وصفارة والتسلل الأول في أحداث اللقاء، ولكن هدف مبكر جدا جدا ما شفناهوش مرة تانية في الإعادة حتى الآن، ولكن تسديدة بختت الجميع فوجئ بها أحمد الشناوي على يمينه في المقص اليمين. مصر المقصة هو أحد الفرق اللي استطاعت إنها تقارع الكبار خلال ال 11 جولة الماضية، فاز على النادي الاهلي بهدف دون رد وحقق انتصار كبير على الدراويش بملعبه بالاسماعيليه 4-1. علشان كده دايما فريق المقاصة هو في بؤرة الضوء، لسه لم نرى حتى الان الفارس الابيض وردة فعله بعد ان تاخر بهدف. سفارة وضربة حرة مباشرة لمصلحة احمد حمودي احد اضلاع المربع الهجومي الامامي. ادي علي جبر على طول بيلعب كره اماميه، تملي نادي الزمالك بيبقى نازل مسترخي في استرخاء في اول 5 دقائق، قدر المقصه ان هو يترجم هذه السيطره وهذا الاسترخاء الى هدف. ادي كره مره تانية ومحاوله للتوغل والتقدم من مصر المقصه اللي مقتنس المبادره في بدايه اللقاء. كره للامام، حمودي على طول بيدخل قلب الملعب، ودي التمريره الاماميه، ولكن في رايه من المساعد الثاني سمير جمال. ثاني حالات التسلل، ضربه حره غير مباشره، هنشوف اللقطه مره ثانيه. يعني يا دوب سنتيمترات متقدم كهربا، سابق ثاني مدافع من مصر المقاصه. هاني سعيد هيسيب الكرة لعبد الحميد سامي عشان يلعب الضربة الحرة الغير مباشرة نتيجة التسلل. عمر جابر بيلعب توزيع للأمام، دفع من الخلف واضح تماما ضد أيمن حفني، النجم اللي تألق وظهر وعرفته جماهير كرة القدم المصرية من فريق مصر المقصة. أدي ضغط بدون أخطاء من ميدو جابر اللي بيعمل تمريرة أمامية، ولكن على طول ديويدار بيهرب بالكرة، ديويدار ويلعب واحدة أمامية مرة تانية. أبو المجد ضاغط بشراسة وبكثافة عددية كبيرة جدا جدا فريق مصر المقاصة، ومستغل حالة الدربكة والتوهان للفارس الأبيض في بداية أحداث هذا اللقاء، والهدف اللي تقدموا به أكيد حتى الآن بيلقي بعوامل وآثار سلبية على الفارس الأبيض. عموما لسه بنلعب في أول 6 دقايق لقاء، وحوار دائما بيكون حوار ملتهب مشتعل. تتلعب على طول من محمود وحيد، المرة دي في المتناول عند الشناوي،
عايز يعمل الهجمة المرتدة، الكرة الأمامية ولكن ملموسة على طول توصل من أحمد سامي لعبد الحميد سامي، عمل ترقيصة خطيرة ولكن كان في جاب من لاعبي نادي الزمالك في مسافات. عمرو بركات يضغط عليه أيمن عايز يخلصها ويستخلصها ولكن على طول تقدم من باسم. طاير ظاهري الجنب لفريق مصر المقاصة بيلعبوا في نص ملعب الزمالك من الدقايق الأولى زي ما حضراتكم شايفين كده. كرة عرضية ولكن جبر يطلع ضغط مرة تانية. هاني سعيد في مكان خطير عايز يعمل تمريرة ولكن يا سلام يا طلبة، يا سلام يا طلبة، كرة كانت رايحة لميدو جابر في مكان خطير. وادي الضغط والجماعية والهجمات المرتدة والمهارات الفردية. وهنشوف الحوار اللي بادي سخن جدا جدا وسريع جدا جدا ما بين الزمالك ومصر المقصة، واللي متقدم فيه فريق مصر المقصة بهدف عن طريق دونجا افتتح أهدافه هذا الموسم، ولكن افتتحها في هذا اللقاء، لقاء القمة، لقاء الزمالك ومصر المقاصة. ادي محمود دونجا اللاعب اللي كان عنده تجربة احترافية في بلغاريا وايضا لعب ضمن تشكيلة نجوم المستقبل. ادي دونجا. احمد سامي تقدم احمد ويوزع في الجبهة اليسرى عند باسم. فريق متكامل، فريق بيأدي بشكل جماعي، استقرار كبير. بقول لحضراتكم مع إيهاب جلال النهاردة بيلعب اللقاء رقم 50 بالنسبة ليه كمدير فني مع مصر المقصة، حقق فيهم 24 فوز والنهاردة بيبحث أمام الفارس الأبيض إن هو يحقق الفوز رقم 25 ليه. مرة تانية حمدي بصعوبة شديدة جدا بيسلم على طول كورة عند سامي، تمريرات وتجهيزات وحتى الآن انتشار جيد من لاعبي مصر المقصة في ظل عدم الضغط الجماعي من لاعبي نادي الزمالك، مكتفين فقط بالتحليق على لاعبي فريق المقصة اللي كلهم بيلعبوا من وضعية حركة. مرة تانية حمودي يعمل كنترول، ودي ترقيصة حلوة من حمودي في وسط الملعب ولكن منتظر تحول زمايله. محمود كهربا عايز يعدي على طول من أبو المجد، ضغط عليه جابر. مرة تانية طارق حامد، نادي الزمالك عايز يظبط الإيقاع، عايز ينتشر، عايز يتحكم في رتم اللقاء وعايز يمتص المبادرة الهجومية والانطلاقة والتقدم في أحداث اللقاء اللي أصبح من نصيب المقصة بهدف دونجا. أحمد ديويدار على طول بيعمل تمريرة، طارق حامد، علي جبر، كلها تمريرات وتحضيرات. ودي الضغط المبكر اللي بادئ بيه إيهاب جلال، بيضغط على رباعي خط الظهر علشان يفقد الزمالك قدرته على تصنيع وتصميم الهجمات لرباعي الأمامي الرباعي الخطير. أحمد حمودي على طول تمريرة في الأمام، أدي انطلاقة حلوة ومرور جيد المرة دي، عمل مشوار حلو أيمن حفني، ودي العرضية من عمر جابر ولكن بدون عنوان، واحدة والتانية على طول تشتيت من دونجا ترجع لنادي الزمالك مرة تانية اللي هيبدأ يستعيد ويستفيق في محاولة لإدراك هدف التعادل. ولكن مصر المقصة لها أنياب واضحة ومخالب، ودي كورة مرة تانية وانطلاقة من حمودي ممكن يلعب العرضية، ودي كورة، أدي كورة ولكن في الشبكة، في الشبكة من الخارج. ادي كرة حمودي حب يعكسها ولكن حطها في الشبكة من الخارج، ركلة مرمى. ومحمود حمدي هيلعب على طول ركلة المرمى كورة الامام. ادي مرة ودي فرصة كبيرة لمصلحة نادي الزمالك ولكن فين يا مكي؟ مش ممكن، مش ممكن احمد حسن مكي صاحب التلات أهداف في مشواره مع نادي الزمالك هذا الموسم. أدي أول لقطة مبختة ولكن بيفقد قدرته التهديفية وبيفقد رؤيته في الكرة اللي فاتت ديت اللي اتلعبت من لمسة وضرب بيها رباعي خط الظهر ولكن فين؟ بعيدة تماما عن الدقة، وتروح أول فرصة ثمينة من نصيب الفارس الأبيض نادي الزمالك.
عمر جابر على طول هيلعب التماس. محمود دونجا يرجع لسامي احمد سامي، كره قطريه في اتجاه ميدو جابر، ولكن طلبه لعيب مميز قوي. محمد ابو المد واحد من زهراء الطرف المميزين الهدافين، عنده هدفين ابو المد. ادي كره مره تانية لعمرو بركات، بركات بيسلم على طول في الجبهه اليسرى عند محمود وحيد، هيعمل ايه؟ مره تانية البركات مفيش رنايه ولا صفاره، وادي العرضيه على طول جبر بيشتير ويطلع، لكن انتشار حلو وضغط من لاعبي مصر المقصه، وحتى الان الضغط والاستخلاص من نادي الزمالك بشكل فردي مش بشكل جماعي. احمد سامي بيلعب كره للامام على طول عمر جابر، بترتد من جديد، ادي في دفع وفي اشاره من جهاد جنيشه باستمرار اللعب. علي جبر، عمر جابر اتضغط عليه، هيرجع لاحمد الشناوي، هيعتمد على الكره المرسله من الخلف للامام في اتجاه كهربا، ولكن صفاره خطا. المباراة رقم 7 لجهاد جريشة، حكمنا الدولي، وهو أول لقاء بيديره للفارس الأبيض رايا وصفارة، والتسلل رقم 3 على لاعبي نادي الزمالك. محمود حمدي، وزي ما بقول لحضراتكم بيحلق لاعبي نادي الزمالك لكن ما بيضغطوش. أدي أبو المجد، ميدو جابر لابو المجد مرة تانية، استلام لعمر النجدي اللاعب المغربي يقع عايز ياخد خطأ، ولكن بدون أخطاء على طول دويدار يسلم كهربا، الملعب مفتوح يسمح بالمهارة وللسرعات، ولكن على طول عبد الحميد سامي يقرأ فكر كهربا ويطلع الكرة إلى خارج الملعب تماس. أدي الكرة اللي وقع فيها عمر النجدي، وأدي شيكابالا النهاردة اللي كان موجود ضمن قائمة العشرين ولكن خرج بره ال 18، وكل التصريحات بتقول انه قد يشارك في اللقاء القادم لنادي الزمالك، لقاء يوم الثلاثاء امام الداخليه، لقاءين متتاليين او بالاحرى 3 لقاءات في منتهى الاهميه لنادي الزمالك في رحله البحث عن الحلم والبحث عن الاحتفاظ باللقب. هيواجه النهارده المقصه، ويوم الثلاث الداخلية، ويوم السبت القادم هيواجه انبي. 3 لقاءات من نار. تدخل وخطأ ضد ابراهيم صلاح محتسب لدونجا، واخيرا هنشوف الهدف التسديدة القوية جدا جدا رايحة فين؟ رايحة في اقصى الزاوية اليمنى، وتثبت احمد الشناوي، وتحركت الشباك الساكنة مشاهدينا بهدف في الدقيقة 3 لدونجا من تسديدة بتفكرنا بنجوم كبيرة جدا جدا. وآدي الانطلاقة، وآدي المبادرة الشجاعة جدا جدا من فريق المقاصة عن طريق دونجا اللي تقدم بالمقاصة في بداية أحداث هذا اللقاء. واحد لا شيء، ومرت أول 16 دقيقة في لقاء الزمالك والمقاصة والجولة 12، مباراة مهمة. المقاصة 22 نقطة، الزمالك 17 نقطة، المقاصة من خلال ال 11 لقاء فقط 11 نقطة، والزمالك من خلال 8 لقاءات فقط 7 نقاط، لكن لسه مشوار طويل جدا جدا. الدوري الممتاز 34 جولة. بيطلب الإذن بالنزول دونجا، وبياخد بالفعل الإذن، والكرة الأمامية لمسة على طول من وحيد الشناوي، على طول يلعب كرة للأمام، ترتد مرة تانية من دونجا. حمادة طلبة، كهربا، وفي سقوط جديد أعتقد إنه هو محمد أبو المجد، ولكن هيقوم محمد، وعلى طول بالروح الرياضية الحلوة عمر جابر، واحد من اللعيبه المتميزه
جدا جدا والمحترمة جدا جدا على طول بيطلع الكرة إلى خارج الملعب. هارد بلاي فير بلاي. لكن إيد كهربا كان واضح في اللقطة اللي فاتت دي إن كان فيها التحام واشتراك. الحضور في ملعب بيتروسبورغ بيقدموا دعم ومساندة للاعبي نادي الزمالك. رمي التماس عمر جابر صاحب الأداء المميز. صفارة وخطأ ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك. بنلعب في الدقيقة 18 المقص هدف في الدقيقة 3 من عمر وزمن اللقاء عن طريق دونجا. محمود كهربا بيغير اتجاه اللعب. امتصاص حلو من عمر جابر ويقع على الارض وضغط ولكن بدون اخطاء. رمي التماس هنشوف اللقطة مرة تانية هل فيها دفع من الخلف من محمود وحيد. لكن جهاد جريشة حكمنا الدولي ادى تماس لمصلحة المقصة. عمرو بركات ياخد رمي التماس. ادي ماركوس باكيتا لقاء رقم 5 ليه. عمل 2 فوز وتلقى هزيمة من الجيش وتعادل في اللقاء الماضي امام بتروجيت. لكن لسه مش هنقدر نحكم عليه. احمد حمودي بيعمل تمريرة حلوة ولكن على طول على طول محمود حمدي بينقاد. بيبدأ محمود حمدي عند أبو المجد. محمد أبو المجد لاعب النادي الإسماعيلي السابق عايز يعدي. ضغط عليه ميكي يخلصها بدون أخطاء. طارق حامد إبراهيم صلاح. طارق حامد يضغط عليه بركات ولكن توصل لعلي جبر اللي ساقط هو ودويدار أزيد من اللازم. أدي دويدار على طول بيلعب تمريرة للأمام. ميكي يرجع من جديد لطارق. استلام حلو من إبراهيم. طارق حامد على طول بيسلم حمودي. تمريرات وبدأ لاعبي نادي الزمالك يمسكوا كرة ويسيطروا على أجواء اللقاء بعد ما كان بادي بداية قوية ونشيطة المقصة. ودي تسديدة حلوة تسديدة حلوة ولكن في المكان في المكان اللي واقف فيه محمود حمدي يمسكها على مرتين. ادي كرة الهات وخد. ودي التسديدة على طول من كهربا ولكن المرة دي الضغط العالي محمود كهربا في المتناول عند حمدي. رمي التماس لمصلحة مصر المقصة. صاحب أقوى خط هجوم. أدي بدلاء نادي الزمالك موجود سالم وموجود مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم وشريف علاء ومعروف يوسف وإبراهيم عبد الخالق وجنش. عمرو بركات بيغير اتجاه اللعب. ميدو جابر حلو الكنترول ولكن التوغل حلو أيضا والضغط حلو من احمد دويدار. النهارده بيلعب المباراه رقم 7 يغيب ولكن لما بيدخل تملي في التشكيله بيبقى موجود وحاضر تملي دويدار. محمود حمدي احد حراس منتخبنا الاولمبي. احمد سامي لمحمود حمدي تحضير في ثقه. قلت لحضراتكم 6 انتصارات عملهم فريق مصر المقصة منهم 2 على النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي وعلى سموحة. نتائج كبيرة جدا جدا محققها مصر المقصة. ادي انطلاقة من ميكي صاحب الفرصة الوحيدة اللي لاحت حتى الآن. ادي ميكي بيلعب كورة ولكن كورة مش معدية بترتد مرة تانية لإبراهيم. بدأ يبقى في ضغط من نادي الزمالك ولكن تمريره المره دي غير متقنه من طارق. ابراهيم صلاح طلبه بيخلصها بمهاره. طارق حامد بيغير اتجاهاته وياخد خطا ضربه حره مباشره.
ادي الخطا من دونجا. عمر جابر بيسلم على طول، ادي كوره مش معديه، ترتد من جديد عند ايمن حفني. ايمن بيسقط كوره في اتجاه عمر جابر، هيظبط عمر ويلعب العرضيه، يقف على كورته وينتظر من جديد ايمن حفني. دخل ايمن بيغير اتجاهاته ويسلم لعمر جابر، ولكن على طول الضغط من هاني سعيد اللاعب الخبره الكبيره اللي بيرتكز عليها تملي ايهاب جلال. ابراهيم صلاح يدي الاستحواذ مره تانيه لنادي الزمالك. محمود طلبه كنترول، هيظبط طلبه، منتظر التحركات الاماميه، يرجع مره تانيه لابراهيم، توزيع للامام ولكن بدون عنوان، مقطوعه، ادي ضغط على باسم ولكن اشاره من المساعد الثاني وصفاره من جهاد جريشه، خطا والدفع موجود من محمود كهربا في ظهر باسم. صفاره وضربه حره مباشره، ادي باسم عبد العزيز كان في كلام على انتقاله الى نادي الزمالك، ادي صالح والسيد حمدي مقصة. مرور حلو بمهارة كبيرة جدا جدا من ميدو جابر. عمرو بركات عايز يلعب كرة أمامية ولكن على طول تدخل من دفاع نادي الزمالك، وآدي الالتحامات ولسه في إشارة باستمرار اللعب. بركات ميدو جابر بيسلم على طول لأبو المجد، شايفين حضراتكم مقربين إزاي، آدي عمر النجدي على طول، وآدي ميدو جابر عايز يعدي بالمهارة الفردية ولكن المرة دي قفل بشكل جيد لاعبي نادي الزمالك. وصفارة ضربة حرة مباشرة، لقاء في سرعة، في أنا أريد وأنت تريد، والله طبعا يفعل ما يريد، لكن لسه مباراة مفتوحة. سرعة الارتداد والتحول من الدفاع للهجوم هتفرق كتير، واستغلال الفرص أيضا هيفرق كتير. كرة على طول من وحيد عند باسم، ضغط عليه من عمر جابر. ادي بدلاء مصر المقصة، علاء شعبان وحسني فتحي وابو بكر عبد اللطيف والسيد حمدي وصالح ونانا بوكو والحارس احمد مسعود. تحضير من فريق مصر المقصة، الكرة الامامية، تحضير بيعود في وسط الملعب من نصيب مصر المقاصة. محمد أبو المجد إشارة من المساعد الأول ضد عمرو بركات، أعتقد إنها ضربة حرة لمسة يد، هنشوفها في الإعادة ونتأكد منها. السرعة عندي توقفت، لازالت الصورة قدامي متوقفة، مش عارف، رغم طبعا حاسس ان الصورة اللي منقولة لحضراتكم لايف بتتابعوا المباراة، ولكن الصورة اللي قدامي متوقفة تماما، عشان كده مش قادر اتابع مع حضراتكم، في انتظار طبعا عودة الصورة مرة تانية. عادت الصورة، اخطاء هندسية طبعا، لكن ما باليد حيلة. هجمات ومحاولات ولكن على طول على حدود المنطقة بتتقطع،
مباراة قوية جدا جدا وحماسية جدا جدا. ادي تمريرة للامام ولكن رايا وسفارة تسلل، وهو التسلل رقم 4 المرة دي لاحمد حمودي. هنشوف اللقطة مرة تانية. متقدم بسنتيمترات احمد حمودي، ورايا موفقة جدا جدا من المساعد الثاني سمير جمال. كرة للامام على طول كنترول، ادي الربط الجيد ولكن على طول تدخل من لاعبي نادي الزمالك باستخلاص طارق حامد. احمد حمودي، طارق حامد بيظبط وبيلعب الامامية، ادي المحاولة مرة تانية ولكن كرة مش معدية المرة دي من كهربا، حب ينكشها ولكن لازال لاعبي مصر المقاصة موجودين، كل لعيب ملتزم بالمان بتاعه. كرات متبادلة في وسط الملعب اللي عامل فيه الكابتن إيهاب جلال كثافة عددية. أدي هاني سعيد رمانة الميزان ومحور الأداء لفريق مصر المقاصة، أدي لمسة جديدة توصل لأبو المجد ولكن تسديدة أبو المجد بعيدة تماما. قلت لحضراتكم ليه هدفين، ودي احمد الشناوي اهتزت شباكه النهارده بالهدف السابع، وماركوس باكيتا بيحاول ان هو يصحح الاوضاع. ادي الحله الفنيه الجديده لنادي الزمالك بعد رحيل طارق مصطفى والشيشيني وقدوم محمد صلاح واشراف ايضا للعد احمد مرتضى منصور. أيمن حيفني بيدخل للقلب أيمن، ودي الكرة الأمامية ولكن على طول في التحام وسقوط، وكرة معدية عند الحارس محمود حمدي. أدي عبد الحميد سامي خبرة مفيش كلام، لاعب الداخلية والإسماعيلي ودجلة. أدي الكرات المتسقطة في ظهر قلبي الدفاع، ودي الارتطام بعيد تماما عن الكرة ولكن إشارة من جهات جريشة باستمرار اللعب. رمي التماس لمصلحة مصر المقاصة، تتلعب على طول من باسم، كرة بتتجاوز خط الملعب. ادي الاعادة اخيرا، لمسة يد واشارة المساعد الاول، اشارة جيدة. احمد دويدار كرة الامام على طول، ميكي بيلتحم التحامات قوية جدا جدا تسقط عند ايمن حفني. لسه عداد الاهداف لم يعمل عند حفني. ادي كوره مش بتاعه حمودي ولكن حط رجله، لا هو طالها ولا مكي. لسه في استعجال من لاعبي نادي الزمالك، وادي صفاره وخطا ضربه حره مباشره لمصلحه طارق حامد. الهدف حتى الان بيلقي باثاره السلبيه على اداء لاعبي نادي الزمالك اللي عندهم سنه استعجال في محاولة لإدراك هدف التعادل. طارق حامد على طول، حمودي، علي جاب هيرجع للشناوي، هيرد على طول الكرة الأمامية في نص الملعب، يردها على طول سامي. حمادة طلبة، طارق حامد صاحب الإمداد والتمويل من منطقة وسط الملعب. صفارة ضربة حرة غير مباشرة نتيجة التسلل على عمر النجدي. النهاردة الكابتن إيهاب جلال بيلعب بالطريقة البرشلونية، طريقة منتخب أسبانيا، المهاجم المزيف ما تعرفش مين هو رأس الحربة الصريح، ولكن الأربعة اللي هم ميدو جابر وعمر النجدي ومحمود وحيد وعمر بركات بيتبادلوا وبيتناوبوا مين يبقى قدام ومين التلاتة اللي يلعبوا من تحتيه. هنشوف الكابتن إيهاب جلال مجهز لنا ايه في هذا اللقاء الهام. حتى الآن متقدم بهدف، سفارة وخطأ محتسب ضد احمد حمودي لمصلحه دونجا.
صاحب اللقطة الوحيدة حتى الآن. كمل كمل أحمد حمودي في قدم محمود دونجا. كابتن علاء ميلت دايما منفعل، دايما موجود في المقصورة الرئيسية لمباريات نادي الزمالك، روح كبيرة جدا جدا ومساندة كبيرة من مجلس إدارة نادي الزمالك لهذا الفريق. أدي مرة تانية كهربا بيعتمد على سرعاته وانطلاقاته، ولكن محمود حمدي على طول قاري كهربا، اتنين منتخب واحد، يطلع ويمسك الكرة بثبات. باسم على طول يلعب كرة، ولازال الحضور في ملعب بيتروسبورغ بيشجعوا نادي الزمالك من أجل العودة. جولة 12 بادية بداية قوية جدا جدا، وزي ما قلت لحضراتكم تعادل إيجابي كان ما بين المصري والداخلية. هنشوف لقاء المساء هيبقى في ايه. ادي عمر جابر تقدم وانطلق، ولكن على طول على طول احمد سامي يعمل ابعاد. طارق حامد، حماده طلبه جرب نادي الزمالك، محمد عادل جمعه وجرب شريف علاء، ولكن عاد من جديد لحماده طلبه. كرة للأمام، كنترول على طول من محمود وحيد، يرجع لبركات. أدي الكرة الأمامية، ولكن علي جبر المرة دي بيعمل فنت ويعمل المساندة عند اللاعب عمر جابر. التحامات وفي إشارة باستمرار اللعب. جهاد جريشة بيدي دائما الأفضلية لاستمرار اللعب. ميدو جابر كهربا بيطلع ميدو جابر الكورة، وفي لاعب واقع من مصر المقصة وأعصاب مشدودة جدا جدا من خارج الملعب. أدي عمر النجدي، هنشوف اللقطة مرة تانية. حط جسمه طارق حامد، هل فيها إعاقة طالما الكورة مش تحت سيطرته؟ اللقطة واضحة قدام حضراتكم، وجهاد جريشة واضح وشايف، وتعليمات وتوجيهات من محمد صلاح وباكيتا لحمودي. وصلنا للدقيقة 35، لازالت النتيجة مشاهدينا تقدم مصر المقاصة بهدف في الدقيقة 3 عن طريق اللاعب محمود دونجا، وهو أول أهداف دونجا خلال بطولة الدوري الممتاز. محمود حمدي كرة للأمام، ميكي يلمسها حلو في مكان خطير، أيمن بيدخل للقلب وبيسدد جول 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 جول. عملها أيمن، عملها أيمن، عملها الحريف، والنجم نجم والكبير كبير، وصديق الأمس هو منافس اليوم ومحرك عداد الأهداف، أيمن حفني الموهوب بنفس الأخلاق الحلوة والمهارة الحلوة، يعلي الصيحات والاهات ويضع هدف التعادل في الدقيقة 35. بص شوف ايمن حفني بيعمل ايه، حاططها بايده، حاططها بايده مش بالقدم اليسرى على يمين محمود حمدي في تسديدة لا تصد ولا ترد، علشان يعيد البسمة ويعيد الاتزان من جديد مشاهدينا للفارس الابيض. مباراة قلت لحضراتكم تقبل كل الاحتمالات، والنهاردة هي مباراة القمة، وأنا أريد وأنت تريد، وأنت تملك المفردات وأنا أملك المفردات، والتسعين دقيقة واستغلال الفرص هي اللي هيبقى ليها الكلمة العليا في هذا اللقاء. 1-1 اتبدل الحال بعد ما تقدمت المقاصة بهدف، عاد الفارس الأبيض عن طريق أول أهداف الحريف أيمن حفني. علي جبر وحشنا صوت الجمهور يا جماعة، وحشنا صوت الجمهور. صحيح
الحاضرين هم اللي واخدين موافقات، صحيح بيزيد العدد زي ما حضراتكم عارفين. يا سلام يا سلام يا سلام على الترقيصة الحلوة من محمود كهربا، وكمل وعمل مشوار وعدى حلو. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ وبيسدد في المرمى بترتد، وادي طلبة، ادي طلبة، ولكن فين؟ عمل كل حاجة كهربا، ولكن زودها زودها وعمل مس وحط الكورة في الحارس وفي المكان اللي واقف فيه محمود حمدي. بص شوف، عدى واخترق ووصل لخط المرمى يلعبها لبره، ما لعبهاش ولكن سددها في المكان اللي واقف فيه محمود حمدي، وتروح فرصة تانية ثمينة وخطيرة جدا جدا لنادي الزمالك. الفارس الأبيض اللي بدأ ينتفض ويكشر عن أنيابه أمام أسهم مصر المقاصة، محمد أبو المجد على طول بيسلم، ولكن في خطأ وفي صفارة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة ميدو جابر صاحب العشرين عام اللي عنده هدفين، واحد من العناصر الأساسية، 8 أخطاء على المقاصة و5 أخطاء على النادي الزمالك. ضربة حرة مباشرة لمصلحة مصر المقاصة، عمرو بركات بيلعبها داخل المنطقة، ولكن إبراهيم صلاح يعمل إبعاد مرة تانية. أبو المجد مضغوط عليه من القائم الأول، أدي الكرة الأمامية وأدي الالتحامات من ميكي، ولكن دونجا على طول انتشار لفريق مصر المقاصة المميز بأدائه الجماعي، ولكن النهاردة بيعتمد بشكل كبير جدا جدا على التسديد من مناطق مختلفة. وآدي إيهاب جلال، واحد من المديرين الفنيين اللي أثبتوا نفسهم بالنتائج وبالأداء، كل مباراة بيقدم فيها تكتيك جديد مختلف، وبيستخدم 11 لاعب زي ما هو عايز، قادرين على تنفيذ كل الأفكار اللي بيحاول يقولها وبنشوفها داخل البساط. محمود كهربا المرة دي ميكي بيتحرك حلو على الأطراف، يعمل كنترول، طلبة هل يظبط؟ ولكن على طول عرضية مش معدية بترتطم بدونجا وتتحول وتبقى ركنية، لكن لسه عندنا هدفين وأصبحنا عندنا 205 هدف، وأعتقد إن احنا هنشوف مزيد من الأهداف لأن المباراة مفتوحة وكل فرقة بتلعب على 3 نقاط. أحمد حمودي اللي بدأ يلبس رقم 18 علشان ساب رقم 10 لشيكابالا، تتلعب على طول رمية التماس، تدخل من جديد والتماس، جهاد جريشة بيدي تماس لمصلحة المقاصة رغم اعتراضات طبعا أيمن، طبعا التماس لمصلحة الزمالك في اللقطة اللي فاتت ديت، ولو في إعادة هنتأكد. رمي التماس جديدة، وأعتقد إن لاعب المقاصة، جهاد جريشة بخبرته الكبيرة بيهدي اللعب، عارف أهمية اللقاء. عمرو بركات على طول كرة متسابة عند محمود وحيد اللي شكله ساقط في وسط الملعب. عمر جابر يقطع، يكسب مساحة أرض جيدة، وعمل سبرنت 45 متر ويلعب لميكي، وميكي على طول، يا راجل يا راجل دي التمريرة لو سليمة هتعمل انفراد جديد، ولكن تمريرة وحشة من أحمد حسن. ميكي عنده كتير ميكي، لكن لسه الحلو ما كملش، لسه المكنة ما طلعتش قماش زي ما تملي بنقول. إبراهيم صلاح بيسقط كورة، استلام المرة دي حلو بتهيئة من ميكي، حمودي إيقاعه بطيء، ضغط عليه دونجا يخلصها لهاني سعيد، كرة عند باسم يرجع لهاني سعيد ضابط الإيقاع، اللاعب اللي لازم يمضي على كل تحول دفاعي هجومي من منطقة وسط الملعب للمقاصة. كرة المرة دي تحضير خاطئ، تعمل هجمة مرتدة لرفع وشه، هيعمل انفراد، وادي كهربا هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ حطها وحش وبترتد، ولسه في ايه؟ ومدي ركنية.
مدي ركنية ولكن فرصة كبيرة. الأولى فرصة لا تضيع، والتانية اتدلع فيها كهربا، اتدلع فيها كهربا وعلى طول بالرجولة وبالطيم المناسب مدافع مصر المقص عملها، عملها حمودي على طبق من الماز. الأولى وحشة يطلعها سامي، ودونجا دونجا بيفصل ويحط رجله في توقيت مناسب جدا جدا ويشيل الكهربا من أمام محمود كهربا وهو على بعد أمتار قليلة جدا جدا من المرمى. ودي الركنية ودي اللمسة ولسه فيها خطورة، ولكن هجمات هجمات خطيرة جدا جدا لنادي الزمالك، وارتداد وارتباك من مدافعي مصر المقصة اللي متقدم. أزهب اللازم، ودي تسديدة يا ولد، ادي تسديدة يا ولد يا ولد يا ولد. طارق حامد، طارق حامد المحارب في وسط الملعب بيحط تسديدة قوية، ولكن بدأ الفارس الأبيض يطلق سهامه مشاهدينا رويدا رويدا. وادي الفرصة الكبيرة والاستغلال الأمثل للمساحات، ولكن دونجا 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 في التوقيت المناسب بيعمل تاكلينج بدون أخطاء على محمود كهربا، وزي ما قلت لحضراتكم شد الفيشة وحرم نادي الزمالك وحرم محمود كهربا من إضافة الهدف الثاني لنادي الزمالك وللفارس الأبيض. لكن فرص كبيرة جدا جدا، الضغط المبكر لمصر المقصة بيعمل في الجهة المعاكسة لنادي الزمالك انفرادات زي ما حضراتكم شفتوا، ولكن تبقى اللقطة المضيئة عند قدم الفنان الحريف أيمن حفني اللي قدم لنا لقطة هي الأجمل هي الأفضل، هو ومحمود دونجا سواء في الدقيقة 3 أو في الدقيقة 35. وأدي فرحة وسعادة وثقة ماركوس بكيتا بالأوراق الهجومية اللي عنده، واللقاء الأول هذا الموسم للمدرب العام محمد صلاح. شايف الحكم الرابع عوض سعفان عايز يعمل تبديل أول، لكن هنشوف. معقول دونجا هو اللي هيخرج؟ هنشوف. محمود دونجا أكيد عنده إصابة، صاحب الهدف الأول وأحد العناصر الأساسية، وهينزل اللاعب الغاني. أدي دونجا واللقطة الجميلة والتسديدة البديعة اللي رايحة في المقص اليمين لأحمد الشناوي. نزل أبو بكر عبد اللطيف اللاعب الغاني، تغيير كلاسيكي، لاعب بيلعب هاف ديفندر مكان لاعب بيلعب هاف ديفندر. هاني سعيد دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع. هاني سعيد يرجع على طول لأحمد سامي اللي شال طبعا هدف في اللقطة الأولى من كهربا. طارق حامد، محمود كهربا، طارق حامد. شوط أول مثير سريع قوي حماسي في هجمات. ادي ايمن حفني هيعمل ايه؟ بيسلم المره دي كوره، ولكن على طول سامي بينزل على الارض ويطلع الكوره. ضغط زملكاوي، بدا نادي الزمالك يضغط ضغط جماعي ويستخلص بشكل جيد، ولكن تسلل رقم 5، التسلل رقم 5 على محمود كهربا. هنشوف اللقطه مره ثانيه، واضح تماما تماما تسلل سليم جدا جدا ورايا موفقه. تسللات كتيرة على كهربا، لسه مش مركز. هداف نادي الزمالك بخمس أهداف. إيهاب جلال عنده ورقة مهمة هي نانا بوكو على دكة البدلاء، هنشوف أفكاره إيه. وأيضا نادي الزمالك طبعا عنده أوراق مهمة هي مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم بالإضافة طبعا لسالم، هنشوف تفكير نادي الزمالك ايه. ولكن سيناريو مفتوح والفكر موجود لكل مدير فني. ادي تدخل وسقوط واشاره باستمرار اللعب. طارق حامد بيلعب كوره للامام، كهربا المره دي ضغط حلو بدون اخطاء، ولكن ابو بكر على طول بيخش ويطلع. المباراه واضحه جدا جدا على ايهاب جلال.
مباراة بلغة النقاط مش بثلاثة ولا بستة ولكن بسبعة، لأن في حالة التساوي في النهاية هيتفرق المواجهات المباشرة. أدي كورة مرة تانية عند ميدو جابر عايز يسدد ولكن بيبعدها ويشتتها ويعليها على طول علي جبر ويطلع يحل المشكلة كلها الشناوي. أدي اللقطة وأدي التدخل من حمادة طلبة والإشارة كانت موجودة من جهات جريشة اللي في هذه الأثناء مشاهدينا بيطلق صافرة انتهاء أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي ما بين الزمالك ومصر المقصة، تعادل ما بين الفريقين يفتح المجال للإثارة والحماس والتشويق مشاهدينا في أحداث الشوط الثاني. فإلى هذا الموعد لكم مني أفضل الأمنيات وأجمل الأمنيات، محدثكم أيمن الكاشف، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد مشاهدينا الكرام نتواصل سويا وأحداث الشوط الثاني من لقاء الزمالك ومصر المقصة، لقاء الجولة 12 ببطولة الدوري الممتاز في موسم 2015-2016. شوط أول مشاهدينا الكرام تعادل إيجابي، هدف لكل فريق. بدأ مصر المقصة اللقاء بإحراز هدف عن طريق محمود دونجا بتسديدة قوية مباختة لا تصد ولا ترد، تسديدة لاتينية لم يستطع التعامل معها الحارس أحمد الشناوي، علشان فريق المقصة ينتزع المبادرة من الفارس الأبيض ويضغط عليه ضغط قوي في أول 15 دقيقة، أربك حساباته واستعداده لهذا اللقاء. ولكن بعد دقيقة 15 استعاد نادي الزمالك عفيته وقدرته وانطلاقاته واختراقاته لصفوف فريق مصر المقصة، وعن طريق اللاعب المخضرم الحريف أيمن حفني قدر نادي الزمالك ان هو يعود الى اجواء هذا اللقاء في دقيقة 35 بإدراكه لهدف التعادل. وان كان محمود كهربا أهدر فرصتين ثمينتين وأحمد حسن مكي أيضا أهدر انفراد مباشر، عموما انتهت النصف الأول من الرواية بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين اللي قلت لحضراتكم بيبحثا عن الثلاث نقاط من أجل استمرار الحلم واستمرار الوصول والمنافسة على قمة الدوري الممتاز واعتلاء عرش المنافسين من الجولة 12. جهاد جريشة حكمنا الدولي بيظبط ساعته ومباراة تقبل كل الاحتمالات. شوط أول كان مثير قوي، كل الاحتمالات كانت موجودة فيه، شفنا فرص، شفنا أهداف، شفنا اندفاع بدني كبير متبادل ما بين اللاعبين. ويبقى لنا مشاهدينا رؤية ال 45 دقيقة الحاسمة الفاصلة في أحداث هذا اللقاء. بيظبط ساعته جهاد جريشة حكمنا الدولي اللي بيدير النهاردة أول لقاء للفارس الأبيض وثالث لقاء لمصر المقصة. بيظبط ساعته وبياخد الإشارة ونظبط إحنا كمان الساعات علشان أتوقع 45 دقيقة مشتعلة ملتهبة ما بين الزمالك ومصر المقصة في رحلة البحث عن القمة وثلاث نقاط. وعلى بركة الله انطلقت أحداث هذا اللقاء، وما ننساش إن التعادل الإيجابي قائم بهدف لكل فريق، ووصلنا في بطولة الدوري الممتاز في اللقاء رقم 92 للهدف رقم 205. آدي على طول البداية اللي تملي بيطبقها فريق مصر المقصة والكابتن إيهاب جلال، وهي الضغط والمبادرة الهجومية في أول 10 أو 15 دقيقة. محمود حمدي بيلعب كورة للأمام ولكن على طول جبر يسلم لإبراهيم صلاح. أحمد دويدار بيتقدم دويدار ويسلم مرة تانية لطارق حامد على طول في الجبهة اليسرى عند طلبة. طلبة يرجع يظبط ويوسع مساحات الملعب عند دويدار وعلي جبر. تقدم علي جبر وارتد لاعبي مصر المقصة. ادي الكرة الامامية ولسه كهربا لم ينير الطريق حتى الان للفارس الابيض من خلال الفرص. ادي كرة 1-3 حلوة ولكن ما يقدرش يسيطر عليها ابو المجد، تنتهي الى رمي التماس. ادي محمد ابو المجد، شفنا
في الشوط الأول، تملي تملي ظاهري الجنب أبو المجد وباسم عبد العزيز طايرين وزايدين وعاملين الزيادة في نص ملعب نادي الزمالك اللي كان بيعيبه الضغط الفردي والتحليق مش الضغط الجماعي. كرة للأمام من دويدار على طول مكي، إبعاد من أحمد سامي، كرة بترتد مرة تانية إبعاد من عبد الحميد ثاني، هاني سعيد يلمس لعبد اللطيف أبو بكر اللاعب الغاني. التبديلة الوحيدة اللي تمت في هذا اللقاء عن طريق إيهاب جلال لإصابة دونجا، أدي بركات بيلعب تمريرة عميقة في عمق دفاعات نادي الزمالك، ولكن التواجد الدفاعي الأبيض لازال موجود وحاضر. طارق حامد لما بيبقى في مستوى وبيقدم المردود المعتاد بيفرق كتير جدا جدا في نص ملعب نادي الزمالك. احمد حمودي عمل تمريرة اسيست ولكن كهربا رفض الهدية. كرة بتطول من احمد سامي، شال هدف محقق احمد سامي قبل ما الكرة تتجاوز خط المرمى. مرة تانية كرة من ايمن ولكن راية وصفارة والتسلل رقم ستة، تسلل رقم ستة على المرة دي احمد حمودي. تسللات بالجملة، شفنا خمس تسللات وكلهم كلهم راية موفقة المرة دي من المساعد الاول احمد حسام. محمود حمدي ادي مستشار مرتضى واعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك، كان عقد اجتماع مع لاعبي نادي الزمالك قبل هذا اللقاء لحصهم طبعا على الثلاث نقاط. ادي كرة مرة تانية ومحاولة توغل وتقدم المرة دي من ايمن حفني لاعب الخلوق، وقدم لنا لقطة صحيح شفناها ولكن لقطة فيها عرفان بالجميل لم يظهر احتفاله ولا فرحته بالهدف. ادي كرة مرة تانية ولكن راية وصفارة من جهات جريشة، خطأ ضد ايمن حفني لمصلحة مصر المقاصة. هنشوف اللقطة مرة تانية، ادي اللقطة عمل حجز للاعب مصر المقاصة والكرة ما كانتش تحت سيطرته. كرة على طول من احمد سامي يردها جاب تسقط في وسط الملعب، ضغط الزملكاوي على طول استخلاص، عبد اللطيف ابو بكر بيخلصها مرة تانية، هاني سعيد السهل الممتنع في وسط الملعب. ادي كرة متوزعة ولكن طلبة في الشق الدفاعي ما تخافش عليه. عمر جابر تقدم وانطلق على طول تمريرة للوان سري حمودي، هيقدم ايه يا ولد، يطلع جابر اللي عايز يحطها داخل المنطقة ولكن على طول على طول باسم بيحط رجله في توقيت مناسب جدا جدا يحرم نادي الزمالك وعمر جابر الكرة العرضية اللي فاتت ديت، ولكن بيستفيد الفارس الأبيض وبياخد ركنية. متقدم علي جبر وتتنفذ على طول الركنية على القائم الأول، ولكن إبعاد من هاني سعيد قافل القائم الأول بشكل جيد. صفارة وخطأ لمصلحة عمر النجدي، المرة دي الخطأ موجود من طارق حامد. يا ريت زملائنا في الكنترول يدونا صوت البروي. صفارة ضربة حرة مباشرة، ومحمد صلاح أول لقاءاته كان رجل المناسبات والمواقف الصعبة في الموسم الماضي وأول لقاء لهذا الموسم بعد رحيل الشيشيني وطارق مصطفى. ادي إيهاب جلال اللقاء رقم 50 وهو بالمناسبة اللقاء رقم 100 لفريق مصر المقاصة في المشاركة رقم 4 لي في دوري الأضواء والشهرة، بينما اللقاء اليوم هو اللقاء رقم 1387 للفارس الأبيض صاحب ال 57 مشاركة. أدي حمودي يعمل ترقيصة وتمريرة قوية، هل يلحق مكي؟ ولكن سبرنت كبير وسبق كبير على طول بيحافظ عليها المرة دي عبد الحميد سامي ويحجز على كورته وياخد ركلة مرمى. قام مصطفى فتحي الفرس الشقية اللاعب المحوري اللاعب
المتنفس لنادي الزمالك في الشق الهجومي. هنشوف افكار ماركوس باكيتا ايه. عمرو بركات او عمر بركات على طول كورة، جابر يسلم لحمودي، تسقط لطارق حامد، هيلحق قبل ما تخرج طارق ويسلم على طول لأيمن. عد أيمن واحد والتاني وعايز يتقدم ويخترق، ولكن في خطأ وفي غضب وفي ردة فعل واعتراض شديد من هاني سعيد ولاعبي مصر المقاصة. جهاد جريشة لازال بثقة وخبراته المتراكمة، والخطأ موجود وضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الزمالك. تحت حكامنا المصريين ان شاء الله المرشحين لكاس العالم 2018 روسيا، ان شاء الله نكون حاضرين. منتخب وتحكيم في جهاد جريشة. ادار نهائي دوري الابطال على افضل ما يكون. ضربة حرة مباشرة تتلعب على طول كورة في القائم الثاني، ولكن محمود حمدي يطلع ويمسك بثبات محمود، وعايز يعمل الهجمه المرتده، ولكن ارتد لاعبي نادي الزمالك. ودي الكره الاماميه على طول يظبط طلبه ويحطها في قلب الملعب. هاني سعيد في المكان والزمان، ولكن ضغط المره دي حلو من ايمن، يسلم كهربا. هيعمل ايه كهربا؟ بيلعبها بوش رجله الخارجي، ولكن كوره مقطوعه بترتد مره ثانيه من عبد اللطيف ابو بكر. كره للامام، ولكن على طول دويدار بالعقل موجود وقاطع وعامل قراءة جيدة لكل تمريرات لاعبي مصر المقاصة حتى الآن. كرة المرة دي عند محمود وحيد، تتقطع من جابر، التحامات وجهد بدني كبير. هاني سعيد يسلم مرة تانية أبو بكر عبد اللطيف، ولكن ضغط زملكاوي. هاني سعيد يدي مرة تانية الاستحواذ لفريق المقاصة. ميدو جابر عايز يربط مع عمر النجدي، ادي الكوره الهات وخد الجمله اللي بيحاول ان هو ينهي بيها فريق مصر المقاصه هجمته واختراقه لدفاع نادي الزمالك، ولكن حتى الان اللمسه الاخيره لم تكن متقنه الا في الدقيقه 3 وتسديد الدونجا. محمود كهربا بيمشي فتح له في الجبهه اليمنى حمودي، هيقدم ايه حمودي؟ عايز يركن، ولكن وداها هديه في المتناول عند حمودي، عند محمود حمدي، لكن لسه حمودي لم يقدم حتى الآن المردود المميز اللي شفناه في سموحة أو مع بدل السويسري. 56% نسبة الاستحواذ لنادي الزمالك مقابل 44%، وإحنا بنلعب مع حضراتكم في أول 10 دقايق من عمر وزمن الشوط الثاني. ابو بكر عبد اللطيف على طول، عمرو بركات بيلعب كوره للامام، ولكن مقطوعه جابر بيلعب كوره اماميه، ولكن في خطا لمصلحه حمودي، خطا ضد باسم عبد العزيز. حاطط جسمه المره دي، والالتحام والمهاجمه من الخلف، والخطا موجود. إبراهيم صلاح بيسلم دويدار على طول طلبة، كلها تجهيزات وتحضيرات من نادي الزمالك. كرة مرة دي قصيرة مشتركة، ولكن على طول بيشتت حمادة طلبة قبل تدخل لاعب المقاصة. هذه محمود كهربا، محاولاته وانطلاقاته حتى الآن زي ما بقول لحضراتكم لم تنير الطريق للفارس الأبيض. عمر جابر دخل لقلب الملعب، احمد حسن مكي يحافظ على كورته ويرجع يوزع كوره في الجبهه اليسرى، ولكن على طول ابو المجد. مره ثانيه تقدم حلو من ابراهيم صلاح، يسلم طلبه، يرجع يوسع مساحات الملعب ويستدرج لاعبي مصر المقاصه الى نص ملعب نادي الزمالك. والله فريق مصر المقاصة توقعت ان هو هيضغط في اول 10 دقايق، ولكن ملتزم دفاعيا. ودي كورة، ولكن باسم عبد العزيز عمل كفرنج بشكل جيد.
كرة للأمام من محمود، ولكن راية وصفارة تسلل على عمر النجدي. اللاعب اللي شايفه هو أكثر اللاعبين تقدماً في الخط الأمامي. عمر جابر، طارق حامد، الكرة الأمامية مش معدية، ما توصلش حمودي. مرة تانية باسم عبد العزيز، كرة في قلب الملعب ما تلاقيش إلا دويدار. كنترول وسيطرة حلوة وبناء هجمة، ما فيش أجمل من كده. وتقدم دويدار وعمل الزيادة، ودي العرضية ولكن فيها قوة، فيها قوة ولكن لسه هيلحق حمودي. هيعمل إيه حمودي؟ يرجع لعمر جابر ومنتظر التحركات. أدي اتحرك كهربا، ولكن راية وصفارة، راية وصفارة، والتسلل رقم 7 ونسبة تسللات كتيرة جدا جدا على مهاجمي نادي الزمالك. هنشوف اللقطة مرة تانية. أعتقد إن اللقطة اللي فاتت دي ما فيهاش تسلل، قدم مدافع المقاصة كان مغطي. لقطة جيدة من مخرج اللقاء، وأيضا غير موفقة من المساعد الأول أحمد حسام طه. أدي اللقطة، لقطة التسلل على مصر المقاصة. كدر مفتوح فيها كلام، وإن كان لاعب المقاصة شكله متقدم. أحمد حسن ميكي عايز يربط مع كهربا، ولكن يقطع عبد الحميد سامي على طول أبو المجد. رمي التماس لمصلحة مصر المقاصة، وآدي المشروبات السخنة، وأعضاء مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة مصر المقاصة طبعا بيتابع اللقاء. هاني سعيد بيوزع عند سامي، الكرة الأمامية عمر النجدي، سقط المرة دي. هيربط مع مين؟ تقدم له عمرو بركات، عايز يعمل مشوار، ولكن دويدار، بقول لحضراتكم دويدار تملي يغيب، وتملي بيحتاجه نادي الزمالك في فترات الإيقاف سواء لجبر أو لكوفي. وتملي بيأدي بأداء متميز جدا جدا دفاعيا وفي تجهيز وتحضير الهجمة. مصطفى فتحي الاختيار الأول لماركوس باكيتا. وسؤال الجماهير الدائم، جماهير نادي الزمالك، لماذا لا يبدأ مصطفى فتحي؟ أدي كورة وانطلاقة محمود كهربا، بيعمل تمريرة حلوة الحمودي. هيعمل إيه؟ ولكن فين يا حمودي؟ مش ممكن، سبق الكورة وثبت نفسه، والدوران كان وحش، حطها بعيدة تماما، ولكن كورتين فيهم تعاون. في الشوط الأول كانت من حمودي لكهربا ضيعها، والمرة دي من كهربا لحمودي ويهدرها، ولكن بشكل غريب جدا يدل على عدم المرونة وعدم الرشاقة في اللقطة اللي فاتت دي من واحد بنحسبه من اللعيبة المهارية وهو أحمد حمودي. فرص كبيرة جدا لنادي الزمالك النهاردة، مهدرة، وادي تسديدة فرصة، وادي المتابعة مرة تانية، جول 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 جول، عمر النجدي، عمر النجدي في الدقيقة 60، وآدي الكرة المدورة المستديرة، فرص بالجملة، بيهدرها الفارس الأبيض، ولقطة من بعيد، لقطة من بعيد بترتد من المقص ومن القائم الأيمن لأحمد الشناوي، عشان تجد الريباوند والمتابعة من عمر النجدي المغربي ومن أسود الأطلسي. سهم جديد من مصر المقصة في شباك الفارس الأبيض علشان يتقدم وتصبح النتيجة مشاهدينا 2 مصر المقصة 1 نادي الزمالك. تقدم من جديد فريق مصر المقصة، اللي قلت لحضراتكم في البداية انه هو صاحب الأسهم المرتفعة طوال هذا الموسم خلال 11 جولة الماضية، وكارت أول لعمر جابر، واللي يضيع يستقبل. وفي البداية قلنا ان لقاءات القمة تفرق كتير جدا استغلال الفرص. الغاني البلاك ستارز حط كرة قوية بترتد من القائم، تجد المتابعة على طول النجدي يحطها بباطن القدم علشان يتقدم من جديد مشاهدينا مصر المقصة، وتصبح النتيجة 2-1. كرة على عكس
سير اللقاء وعلى عكس الهجمات والفرص والانفرادات للفارس الابيض، ولكن الكوره ايه؟ الكوره جوال، الكوره جوال، ومصر المقصه 2 والزمالك 1، وهنشوف 30 دقيقه من نار بعد ما تقدم مصر المقصه من جديد. مشاهدينا رمي التماس لمصلحة مصر المقصة من الجبهة اليمنى على طول أبو المجد، ولكن تتقطع. انطلاقة حلوة، عدى كهربا واحد والتاني، وياخد المرة دي صفارة وخطأ، وهيستدعي جهاد جريشة لاعب مصر المقصة. هنشوف اللقطة، والله كان حمودي هو اللي كان متقدم وعامل فاصل للمراوغة، والورقة التانية صالح موسى، صالح موسى، وهيغير الشكل والطريقة إيهاب جلال، وهيلعب بتلاتة في القلب، هيلعب بتلاتة في القلب، ولكن هنشوف مين اللي هيخرج، هنشوف مين اللي هيخرج. هيخرج باسم عبد العزيز، هيخرج باسم عبد العزيز، وهينزل صالح، ومحمود وحيد هينزل يلعب كظهير ايسر، وينزل صالح موسى بجوار عبد الحميد سامي واحمد سامي علشان يغير ايهاب جلال، ويلعب بخمسة اربعة واحد بعد ما تقدم 2-1. وادي انطلاقة واحد والتاني، ولكن داخل وسط غابة، غابة من لاعبي مصر المقاصة، على طول بيشتته. ضغط جديد ورجوع وارتداد متأخر من مهاجمي نادي الزمالك. كرات متبادلة، كرات راسية، كهربا بيوزع كرة عند حمودي في الجبهة اليسرى، بيظبط وبيلعب عرضية قوية رايحة على القائم الثاني، ولكن استلام المرة دي وحش من مصطفى فتحي. أول تبديلات نادي الزمالك، لكن شابو إيهاب جلال قدم لنا الكرة الجماعية والفريق الجماعي في مصر المقصة هذا الموسم، زي ما علاء عبد العال قدم لنا الداخلية، وزي ما حسام حسن العميد ما قدم لنا أيضا كرة جماعية مع النادي المصري البورسعيدي النسر الأخضر. أدي كرة للأمام، وأدي مرة تانية فرص، فرص وارتباك لم نراه من لاعبي نادي الزمالك من الدقيقة 46 لغاية الدقيقة 60، ولكن الهدف هيربك الحسابات. عمرو بركات هيسيب الكرة لمحمد أبو المجد الظهير الأيمن، ضغط المرة دي من طارق يخلص الكرة، ولو لعب سريع هيعمل هجمة مرتدة خطيرة لنادي الزمالك. أدي عمر جابر يسلم على طول مصطفى، ولكن في تدخل من الخلف وصفارة خطأ، ضربة حرة مباشرة. أدي أدي قدام حضراتكم محمود وحيد اللي خلاص هيلعب كظهير أيسر بعد خروج باسم عبد العزيز. علي جاب، عمر جابر، علي جبر مرة تانية بيسقط كرة للأمام، ولكن على طول بيعمل إبعاد محمود وحيد. مصطفى فتحي بيسلم لميكي، يفتح لفتحي مرة تانية، عايز يدخل إلى قلب منطقة ال 18، ولكن على طول بتاكلينج في توقيت مناسب أحمد سامي يعمل إبعاد. الكرة الأمامية، جبر يعمل كنترول ويسلم على طول إبراهيم، مرة تانية توزيعة في وسط الملعب، ولكن تتقطع المرة دي، تتقطع من أيمن. رمي التماس، عمر جابر منتظر اللعيبة تقرب له علشان ينفذ رمية التماس، هيلعب رمية التماس داخل نص ملعب مصر المقاصة. طارق حامد بيغير اتجاهاته على طول، ابراهيم صلاح، هل يتخلى ماركوس باكيتا عن ابراهيم صلاح او طارق حامد ويضيف ورقه هجوميه؟ هنشوف ونتابع. كل لاعبي مصر المقاصه تحت الكوره زي ما حضراتكم شايفين، بما فيهم
عمر النجدي، طارق حامد على طول بيلعب التماس، ادي الكوره الاماميه وفي ايه، في سكوت وفي اشاره باستمرار اللعب. كهربا بيسقط كوره ولكن كوره غير متقنه بتوصل عند محمود حمدي. ارتفعت نسبه الاستحواذ وارتفعت ايضا النتيجه مشاهدينا، وتقدم مصر المقصه على نادي الزمالك 2-1. يمكن اكثر لقاء شهد فرص تهديفيه محققه لنادي الزمالك ولكن لم يحسن استغلال هذه الفرص، في حين مصر المقاصه عمل تسديده في الشوط الاول ترجمها دونجا لهدف، وتسديده في الشوط الثاني ترجمها عمر النجدي لهدف. 100% استغلال للفرص. مره ثانيه تقدم وتمرير في الجبهة اليسرى على طول حمودي، كورة مش معدية وبيطالب بركلة الجزاء ولكن قريب جهاد جريشة وبيشير باستمرار اللعب. عمرو بركات على طول تقدم سامي، عمرو بركات أبو بكر عبد اللطيف، آدي على طول أحمد سامي اللي بيعمل زيادة، أول ما فرقته بتاخد الكرة بيزيد ويتقدم لوسط الملعب. أدي أيمن حفني وانطلاقاته وتحركاته. طارق حامد بيلعب كرة للأمام، أبو المجد واحدة والتانية إبعاد، ترتد من جديد ليدي ودار، منتظر التحركات الأمامية. أدي التحرك والتسلل رقم كام؟ رقم 8. تسللات كتيرة جدا جدا لحضراتكم، قلنا التسللات كتيرة وتسللات يعني على الشعرة زي ما حضراتكم شايفين، لكن أخطاء سهلة بيقع فيها مهاجمي نادي الزمالك. عمرو بركات، ابو بكر، التوزيعه الاماميه، الشناوي على طول بيطلع ويمسك. عمر جابر بيعمل كنترول. تحضير من نادي الزمالك على طول، ديودار طلبه، استهلاك بيستهلكوا وقت طويل جدا جدا في التحضير. ادي الكوره الاماميه بيلعبها الشناوي ولكن صالح على طول بيرد مره ثانيه. عمرو بركات يدي الاستحواذ، هاني سعيد بالذكاء وبالخبره يسلم على طول ابو بكر، كره في الجبهه اليمنى، محاولات جابر، ميدو جابر يسلم بركات، بيفكر في التسديد. سلاح مصر المقاصة النهاردة في انقضاضه على الفارس الأبيض خلال اللقاء. طارق حامد، عمر جابر الضغط على طول على عمر جابر، بيفقد الكورة. أبو بكر عمل انطلاقة محدش ضغط عليه، عدى واحد وسط ثلاثة ولكن بيختل توازنه يقع بدون أخطاء. مصطفى فتحي، طارق حامد بيغير اتجاه اللعب على طول عند حمادة طلبة، بيستهلك وقت زي ما قلت لحضراتكم نادي الزمالك في التحضير. كرة للأمام وعلى طول لمسة من صالح، حمدي هيشيل ويشتت، كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس، وشايف تبديلين دفعة واحدة، تبديلين دفعة واحدة، هيخرج مين؟ هيخرج احمد حمودي وينزل محمد ابراهيم تبديل تاني، وهينزل معروف يوسف، هنشوف مين اللي هيخرج. شايف رجع في كلامه معروف ورجع في كلامه الجهاز الفني. محمد ابراهيم
يبقى ماركوس باكيتا ايضا عمل تبديلين، خرج ميكي ونزل فتحي، وخرج حمودي ونزل محمد ابراهيم. كرة المرة دي في منتهى الخطورة، دي فرصة، فرصة ولكن بيصحى، أخطأ صالح موسى، ولكن محمود حمدي على طول بينقض، ورغم جرأة وجسارة لاعب نادي الزمالك في الالتحام في اللقطة اللي فاتت ديت، ولكن سلامات سلامات، أعتقد مفيش حاجة في التحام ما بين محمود حمدي ومتهيأ لي مصطفى فتحي. هنشوف اللقطة، كورة جلاها صالح موسى، ولكن كان متوقع الخطأ ومتحرك من بدري جدا. والله سلامات، والله سلامات لمصطفى فتحي، وقع فيها خطورة شديدة جدا جدا، ولكن استخدم ايديه ونزل على الارض بشكل جيد. وقع ايضا في الالتحام محمود حمدي، نزل الجهاز الطبي. وصلنا مشاهدينا للدقيقة 73، ولا زالت النتيجة تقدم مصر المقاصة على نادي الزمالك 2-1. قبل هذا اللقاء نادي الزمالك كان أقل عدد الفرق فقدا للنقاط بسبع نقاط، يجي وراه على طول النادي الأهلي بثمان نقاط فقدهم في الثمان لقاءات اللي لعبهم، ثم فريق الداخلية فقد 10 نقاط، ثم مصر المقاصة والمصري والإسماعيلي فقدوا من 11 لقاء 11 نقطة. جدول الترتيب متلخبط، قلنا لحضراتكم ده اللقاء رقم 9 لنادي الزمالك، بينما هو اللقاء رقم 12، ودي اللقطة اللي أحدثت الفارق في أحداث الشوط الثاني عن طريق عمر النجدي، وسبحان الله كانت الكرة كلها كلها في اتجاه مرمى الحارس محمود حمدي، وفرص بالجملة مهدرة، ودي السعادة والفرحة في جانب مصر المقصة، والوجوم والحزن على جانب مجلس إدارة نادي الزمالك ومريديه ومشجعيه. لازال بيتلقى العلاج محمود حمدي، وتوقف اللقاء تقريبا 3 دقائق، لكن قام. سلامات، سلامات لمحمود حمدي، وسلامات للاعب الشاب الموهوب مصطفى فتحي. ادي اللقطة الاولى، لقطة الدقيقة 3، تسديدة صاروخية رايحة في مقتل، وادي مهارة والابداع من ايمن حفني، ثم لقطة تانية كلاكت تاني مرة على مرتين مصر المقصة، بيستطيع الوصول الى مرمى الشناوي. احمد ديويدار، تمريرات قصيرة في وسط الملعب، وكل لاعبي مصر المقاصة في اخر 50 متر. كرة للامام من محمد ابراهيم في اول لقطة ليه، ترتد عند عمر النجدي واحد وسط ثلاثة، هيحتفظ بالكرة بشكل جيد ويسلم لجابر اول المتقدمين من الخلف، وادي الثالث عمرو بركات، يعمل تمريره قصيره تتقطع من ابو بكر عبد اللطيف، وادي التمريره مره تانية وتجليه، ولكن واضح واضح ان حمدي واخد باله كويس جدا جدا من صالح جمعه اللي جلى لقطتين متتاليتين، ولكن كان عامل حسابه الحارس محمود حمدي. تمريره بالخطا، وبدأنا نلعب في آخر 15 دقيقة، 2 مصر المقاصة 1 الزمالك. مصطفى على طول بياخد تماس، كهربا تتقطع من محمود كهربا، صالح على طول، عبد الحميد سامي، أبو المجد بيتقدم، محمد أبو المجد ولكن تطول منه، ترتد من جديد، والكرة على طول بتوصل لمصلحة نادي الزمالك. ادي التقدم، محمد ابراهيم هيقدم لنا ايه، عنده كل الحلول، عدى وممكن يلعب العرضية، ولكن على طول بيحط رجله، بيحط رجله صالح موسى قبل ما يعكشها ويلمسها على طول محمد ابراهيم. شوف اللقطة، بقول لحضراتكم عنده المهارة، ولاعبي نادي الزمالك بيبقوا في منتهى منتهى الخطورة. خرج ابراهيم صلاح ونزل
معروف يوسف في آخر تبديلات نادي الزمالك. تتلعب الركنية ولكن في صفارة وفي خطأ من محمود كهربا للحارس محمود حمدي. لازال بيتألم وكهربا بيطمئن عليه، زي ما بقول لحضراتكم الاتنين كانوا زمايل في منتخبنا الأولمبي. لكن حاطت إيده كهربا في وجه محمود حمدي، سلامات إن شاء الله. بنلعب في الدقيقة 77 وسقوط جديد للحارس محمود حمدي، والحضور في ملعب بتروسبورت لازالوا بيحفزوا لاعبي نادي الزمالك. ادي التدخل والايد اليمنى واضحة تماما من كهربا في وجه محمود حمدي، لكن سلامات ان شاء الله يقوم بالسلامة ويكمل. مقدم مباراة كبيرة جدا جدا وروح حلوة طبعا من كهربا. الكرة شيء والالتحامات شيء، ولكن طبعا كل اللاعبين زي ما حضراتكم عارفين في علاقات جيدة. ان شاء الله غدا هتستأنف وتستكمل منافسات الجولة 12 بلقاء أسوان زهرة الجنوب مع وادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة والإسماعيلي واتحاد الشرطة، ثم مسك الختام لقاء الإنتاج والحربي والنادي الأهلي على أن تختتم لقاءات الجولة 12 إن شاء الله يوم الاثنين. اتحاد السكندري الزعيم الصغر اللي هيستضيف إنبي وطلائع الجيش وبتروجيت، ثم المقاولون العرب وسموحة في ختام الجولة 12. نادي الزمالك هيبقى عنده لقاء 5-1 إن شاء الله. اللقاء اللي تقدم 24 ساعة هيلتقي مع الداخلية، أحد لقاءات نادي الزمالك المؤجلة من الجولة 5، ثم تستأنف مباريات نادي الزمالك في الجولة 13 بلقاء إنبي، لقاءات في منتهى الصعوبة. لكن الفريق اللي بيلعب على البطولة عليه إن هو يتجاوز كل الحواجز ويتجاوز وينتصر على كل المنافسين. لكن دوري صعب متقلب، الكل أبيض أحمر أصفر الكل الآن، وحتى الآن المغامرة من مصر المقصة والداخلية والنسر الأخضر مستمرة. محمود وحيد يرجع لحمدي، الكرة الأمامية بركات عمل جهد كبير جدا جدا في صناعة محطة وارتكاز لمصر المقاصة في التحول من الدفاع للهجوم. ادي عمرو بركات هيجري عمر النجدي، ولكن على طول جابر عمر جابر بيعمل تاكلينج وابعاد رمي التماس. وبنلعب في الدقيقة 80 من عمر وثمن اللقاء، والمقاصة لازال يحافظ على تقدمه اللي احرزه في الدقيقة 60. على طول وحيد بيلعب كرة عرضية توصل أرضية سهلة عند الشناوي. معروف يوسف، طارق حامد يسلم على طول، كرة متسقطة في اتجاه كهربا اللي خلاص طبعا خرج. ميكي بيلعب كراس حربة، ادي معروف لقطات وانفعالات، ولكن الكرة موجودة داخل البساط مستمرة. وحتى الآن مش شايف صورة الملعب، بترجع لمحمد إبراهيم. النهاردة في أخطاء كبيرة جدا جدا. كرات مرة تانية، معروف بيحل المشكلة بتسديدة ولكن بعيدة تماما تماما عن الخطورة من النيجيري معروف يوسف. هنشوف اللقطة مرة تانية، هل لمست أحد لاعبي مصر المقاصة؟ ولكن شايف إشارة بركلة مرمى. محمود حمدي، إيهاب جلال النهاردة لو
استمرت النتيجة كده بتفوق وتقدم مصر المقاصة، يبقى مصر المقاصة شابو ونرفع لهم القبعة بكل احترام وتقدير، لانه هيبقى الفريق في خلال مرحلة الذهاب قدر انه هو يفوز على كل من الاهلي والزمالك والاسماعيلي، ثلاثي القمة في الكرة المصرية. حضراتكم عارفين ان المقاصة هيشارك ان شاء الله في الكونفدرالية الافريقية، هيلاعب الدفاع الاثيوبي في دور ال 64، ونادي الزمالك هيلعب في دوري الابطال. لكن ربما المقاصة هيبدا يوم 17 فبراير اول لقاءاته. كل الامنيات الطيبة، اول فرقة من صعيد مصر تتصدر المشهد. كرة للأمام، كهربا عايز يعدي ولكن مضغوط عليه على طول، أحمد سامي في كل مكان، ولا عبد الحميد سامي، كان عبد الحميد سامي اللاعب المخضرم، هنشوف اللقطة مرة تانية. أدي كهربا ورايح في كل مكان معاه عبد الحميد سامي، ركنية لمصلحة نادي الزمالك، متقدم طبعا جاب ومتقدم اصحاب القامات العالية. ادي لمسة راسية على طول بيطلع ويشتت ابو بكر عبد اللطيف، عمر جابر يظبط الكورة، مصطفى فتحي بيظهر اخيرا وبيتذكره لاعبي نادي الزمالك، مضغوط عليه ضغط ثنائي ولكن في دفع، في دفع وفي اشارة باستمرار اللعب، لكن كان فيها دفعة. ادي كورة مرة تانية ورايا وصفارة، تسلل على عمر النجدي وهياج وثورة طبعا في ملعب بيتروسبورغ لعدم احتساب الخطأ، هنشوفها هنشوفها. والايد الشمال للاعب احمد سامي طبعا بتتكلم وتملي، بنقول الصورة بألف كلمة، وتملي الصورة هي البطل بغض النظر الابيض هو اللي بيلعب ولا الاحمر. كرة للامام، احمد يرجع لوحيد، حمدي يلعب كوره للامام على طول، عمر جابر معروف قبل ما تخرج ولكن كوره سياره وهتعمل هجمه مرتده خطيره لعمر النجدي في مكان خطير، عايز يعمل تمريره ولكن على طول ارتد لاعبي نادي الزمالك. ابو بكر عبد اللطيف، يا سلام على الثقه، يا سلام على الجماعيه، فريق مصر المقاصه اللي قلت لحضراتكم بيلعب ب 23 لاعب خلال ال 13 لقاء او ال 12 لقاء اللي لعبهم مصر المقاصه، استخدم ايهاب جلال 23 لاعب كلهم كلهم بيذوبوا في بوتقه واحده، والنجم الكبير هو فريق مصر المقاصه. ادي عمرو بركات احد ناشئي نادي الزمالك، عمل انطلاقه وعايز يعمل مرور ولكن علي جبر بيقطع. مصطفى فتحي بيعمل تمريره للامام، كهربا النهارده اهدر العديد من الفرص السهله، تبارى هو واحمد حسن مكي في احداث الشوط الاول والثاني في اضاعه الفرص، واللي يضيع يستقبل. ميدو جابر عمل انطلاقه وصل للمشوار وعايز يوصل لكلمة السر اللي طبقها ونفذها مصر المقاصة مرتين، مرة في كل شوط، ولكن ميدو جابر تسديدة المرة دي وحشة إلى خارج الملعب تبقى ركلة مرمى. بدأنا نلعب في آخر خمس دقايق، مصر المقاصة مش هايب الموقف وبيعمل من خلال المهارات الفردية البركات والعمر النجدي مدة استحواذ. معروف يوسف بيسلم في الخلف عند دويدار، معروف، لكن جماهير الزمالك أكيد بتسأل ليه ما شفناش سالم مكان معروف. الرد طبعا عند ماركوس باكيتا ومحمد صلاح، أدي تدخل من جديد على طول، لمسة عند مصطفى فتحي، السرعة تملي بتحدث الفارق، بيسقط كرة حلوة مصطفى فتحي الكهرباء عايز يعدي، ولكن على طول على طول أحمد سامي
بيعمل تاكل وجبعاد، ادي احمد سامي، وادي المرور الحلو والكباري الحلوه. مصطفى فتحي هيلعب الركنيه، تتلعب على طول في القلب، وادي الراسيه سهله وضعيفه حنينه من معروف يوسف، يا دوب بتتهادى بجوار القائم الايمن، حطها حلو في مكان حلو مصطفى فتحي، ولكن الراسيه حنينه زي ما بقول لحضراتكم بجوار القائم الايمن، لكن فرصه. محمود حمدي يلعب ركله المرمى على طول، عبد اللطيف ابو بكر، جبر يرجع للشناوي اللي النهارده طبعا هارد لك كورتين بهدفين، غير كده هو حاضر غائب في اللقاء، لكن مصر المقاصه النهارده وصل للمطلوب اثباته من خلال اللدغات ومن خلال استغلال الفرص واهدار لاعبي نادي الزمالك للفرص اللي اتيحت ليه. ثلاث نقاط هتضع مصر المقاصة متربعا على قمة البطولة ومن البوابة الكبرى، بوابة الفارس الأبيض، لكن كل شيء ممكن طالما في وقت وطالما في دقايق. حمادة طلبة على طول بيسلم، طارق كهربا عدى من الأول، ولكن هاني سعيد على طول بيرجع ويسلم لوحيد حمدي، كرة للأمام، النجدي بالعقل يحطها في قلب الملعب، كرة مش معدية معروف، ولكن تسقط لبركات الكرة. الكرة النهاردة حبة لاعبي مصر المقاصة تشعر إنها طوع في أقدامهم، كرة معدية جبر تعمل خطورة وإزعاج، ولكن على طول دويدار النهاردة مقدم مباراة كبيرة رغم تأخر نادي الزمالك 1-2. هنشوف واحنا بنلعب في الدقيقة 89 جهاد جريشة هيدي كام دقيقة، اعتقد ان احنا هيبقى عندنا دقايق كتيرة كوقت محتسب بدل ضائع. وقع محمود حمدي مرتين ثلاثة، كان عندنا تبديلات، وادي كارت جديد، عندنا كارت وحيد، وادي الكارت الثاني هيبقى من نصيب عمر النجدي، والاول كان لجابر. هرجعها من جديد جهاد جريشة، والكل طبعا هيحاول يضيع وقت فريق المقاصة او يستهلك استهلاك شرعي للوقت، ولكن محمد ابراهيم بيضغط وياخد تماس. بدأنا نلعب في الدقيقة 90 وهنتابع مع حضراتكم اللقاء في كام دقيقة وقت محتسب بدل ضائع، لقاء الزمالك ومصر المقاصة والجولة 12. أحمد دويدار يرجع لطلبة على طول، كورة متوزعة في الجبهة اليمنى، من جديد دويدار، علي جبر، ولاعبي الفرقتين كلهم في نص ملعب مصر المقاصة، كرة هات وخد، ولكن ألعاب مقروءة على طول، بينقض أحمد سامي. سبع دقايق وقت محتسب بدل ضائع، سبع دقايق أشعلت الحماس في مدرجات بتروسبورت اللي مليئة بمشجعي وحضور نادي الزمالك، ولكن هذه الحماسة حتى الآن مش موجودة عند لاعبي نادي الزمالك داخل البساط. مصطفى فتحي يسلم معروف، طارق حامد من جديد يوزع عند مصطفى فتحي، مقفول عليه بلاعب والتاني والتالت زي ما حضراتكم شايفين، سواتر، ادي الكورة والتحرك من كهربا، والتسلل رقم كام؟ التسلل رقم 10. 10 تسللات تصدر المشهد كهربا وحمودي واحمد حسن مكي تقريبا، وان كان اللقطه الابرز هو تسلل كهربا تقريبا رقم 6 او 7 الكهربا خلال هذا اللقاء.
وقع لاعب من فريق مصر المقصة وشايف تبديل ثالث واخير. هينزل اللاعب علاء شعبان. علاء شعبان اخر التبديلات. طبعا بيستهدف الكابتن ايهاب جلال ان هو يقتل الدقايق المتبقية. هيخرج ميدو جابر ويبقى تقريبا تقريبا كل الفرقة تقريبا بتلعب دلوقتي في وسط الملعب فريق مصر المقصة. خلاص 7 دقايق وقت محتسب بدل ضائع، وبنلعب في الدقيقة الثانية، وإن كان ممكن يضيف جهاد جريشة لل7 دقايق نظرا لإصابة ميدو جابر. تقدم من أبو المجد، عايز يعدي من طلبة، علاء، عمرو بركات، تمريرة يقطعها معروف، ولكن مرة تانية عمر النجدي يدي الاستحواذ وصفارة وخطأ، ضربة حرة مباشرة لمصلحة مصر المقصة. لكن دروس، دروس كبيرة جدا جدا بنشوفها في الدوري المصري وكل اللقاءات. النتائج غير متوقعة، غير مرسومة، الأداء والجهد والشغل الجماعي هو السنة دي السمة الأبرز. عشان كده المصري والمقصة والداخلية حتى الآن متصدرين المشهد، والفارس الأبيض والمارد الأحمر حتى الآن في صفوفهم قلق كبير جدا جدا رغم ما يحويه كل فريق من عدد كبير جدا جدا من النجوم، ولكن الكرة بالأداء مش بالأسماء. مصطفى فتحي، طارق حامد، مصطفى في وسط الملعب، طلبة على طول بيغير اتجاه اللعب، مش قادر، مش قادر لاعبي نادي الزمالك يعدوا لأن الملعب كله مسحوم في رقابة رجل لرجل، بالإضافة طبعا للزون ديفنس، دفاع كومباكت، دفاع مغلق. أدي الكرة الأمامية العالية، ولكن على طول أبو المجد المرة دي ضغط، ولكن كل لاعب أبيض معاه لاعب أخضر وأيضا وراه لاعب أخضر بيحميه. تنظيم جميل وتنظيم مميز، وزي ما هنقول وهنفضل نقول سواء كملوا ولا ما كملوش، ولكن شابوه، شابوه ايهاب جلال، شابوه لفريق مصر المقصة. اعتقد من مدة طويلة جدا جدا ما عندناش فريق في الدوري المصري في مرحلة الذهاب قدر ان هو ينتصر على ال3 فرسان لكرة القدم المصرية، الاهلي، الاسماعيلي، الزمالك. لكن لسه ايمن حفني بيلعب كوره، ولكن استبسال وروح عاليه وجساره وجراءه كبيره جدا جدا بيأدي بيها مصر المقصه. ادي تمريره مره تانيه للامام، هل يلعبها عرضيه؟ ادي العرضيه، ولكن على طول صالح موسى بعد ما جلى اول لقطتين ابتدى يظبط الناشن كاه ويعمل ابعاد. كره هات وخد، ولكن تدخل باستحواذ من طارق حامد. تمريره للامام على طول، مصطفى لعمر عايز يعدي ولكن ياخد تماس. نادي الزمالك بيحاول ان هو يضغط يستخلص. ادي الاستخلاص اللي فات من طارق، وادي اللقطه كان فيها لمسه يد ولكن عدت مرت. انطلاقه من حماده، حماده في مكان صعب عليه، صعب عليه، قلت لحضراتكم تطمئن عليه في الشق الدفاعي، ولكن في الشق الامامي بيكافح. ايمن حفني بيسقط كره حلوه لمصطفى، وادي اللمسه يا ولد، جول 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 جول. الحريف للفرسه الشقيه جول، الحريف للفرسه الشقيه جول، والفارس الابيض في الدقيقه 6 من الوقت المحتسب بدل ضائع يابا، يابا السقوط امام مصر المقصه، ولكن يا سلام على الروايه
يا سلام على الجملة، ادي الحريف لعبها بالمسطرة للموهوب والفرصة الشقية اللي لمسها لمسة ذكية علشان يبدع ويسجل هدف التعادل في لقطة انقاذ الموقف وانقاذ الفارس الابيض، ويبقى لقاءات القمة كلها انتهت بالتعادل سواء 1-1 ما بين المصري والداخلية او 2-2 في لقاء المتعة والإثارة ما بين الزمالك والمقاصة. 2-2 ومباراة مثيرة عجيبة فيها كل السيناريوهات، فيها كل الدراما، فيها كل الانفعال، فيها كل التأثر والتقلبات. مباراة درامية كبيرة، ولكن شابوه ولازلت بقول شابوه لمصر المقاصة وأيضا لنادي الزمالك اللي حاول وكافح لغاية الدقيقة 6 ولسه حوار المستديرة مستمر. ودي الكورة المجنونة في لقاء بتروسبورت بين الزمالك والمقاصة، طارق حامد، عمر جابر، ولكن في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة انتهاء أحداث هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي ما بين الزمالك ومصر المقاصة 2-2 في النهاية. لا يسعني إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء.